ودلوقتي خلينا نروح يعني نقرا بقى الصحافه عبر السكايب والاستاذ ايمن جلبرتو معانا الناقد الرياضي طبعا الكبير ونتابع معاه اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع. النهارده معانا ثلاث اخبار بس ثلاث اخبار مهمين جدا ويمكن هم الاحدث كمان على الساحه الرياضيه. بس خلينا الاول نشوف بقى استاذ ايمن معانا يعني يا مسيو صباح الخير. صباح النور صح. صباح الفل وبنسعد بجد بوجودك معانا. وخلينا نبدا كده بقى سريعا معانا ثلاث اخبار زي ما كنت بقول بس مهمين جدا. طبعا اول خبر من صحيفه السوبر بيتحدث عن دوري ابطال اوروبا، ريال مدريد بيتعادل بهدف لمثله مع شختار وتشيلسي بيتغلب على مستضيفه لا ميلان بهدفين نظيفين، مباراه قويه جدا. باريس سان جيرمان بيتعادل بهدف لمثله مع بنفيكا، وطبعا مبابي حوار كبير جدا هنتكلم بشانه. بس خلينا نبدا هنا، وانت ازاي شفت اصلا فكره مباريات هنا التعادل وتاهيل ريال مدريد لدور ال16؟ بتتكلم كمان تاهيل مبكرا. يعني كالعاده ريال مدريد هو فريق البطوله دي، حتى كان في تصريح متداول كده لجوارديولا بيقولوا مانشستر سيتي ما بيكسبش ليه دوري الابطال، او لما بيتاهل للنهائي ما بيكسبش ليه دوري الابطال، طالما ريال مدريد موجود الموضوع صعب يعني كان بيهزر. فلا ريال مدريد اعتقد التعادل اللي حققه في الدقائق الاخيره وصوله للنقطه العشره، كمان شفنا الصوره بتاعت روديجر صاحب الهدف وهو وشه كده فيه دم او حاجه زي كده. لا فريق البطوله ريال مدريد هو حاليا المتصدر 10 نقاط، خلاص تقريبا نقدر نقول ان هو يعني شبه حسم فكره التاهل للدور القادم، يعني يمكن بس باقي المباريات لمعرفه الترتيب النهائي سواء مركز اول او ثاني، لكن نقدر نقول ان هو خلاص يعني حسم التأهل. كمان لو بنتكلم عن ميلان وتشيلسي اعتقد المباراة كانت مثيرة جدا. انا الأمانة ما اتفرجتش عليها بس الناس كانت بتتكلم على فكرة ان ميلان كان حسب عليه ضرب جزاء وطرد في الاخر، والناس كانت بتنتقد التحكيم بشكل كبير جدا. ف يعني معرفش الامانه انا ما شفتش الماتش، بس واضح ان كان في مشكله في التحكيم وكان في مشكله في الفار في المباراه، وكان في كمان طرد الميلان مبكر جدا لتوموري، فواضح ان كان في مشكله تحكيميه. ولكن تشيلسي يمكن اوروبيا او في الفتره الاخيره هو الى حد ما بيحاول يظهر بشكل جيد. اما باريس سان جيرمان، لا قبل ما ندخل يا ايمن على باريس سان جيرمان، لان لازم نقف شويه هنا في المباراه وتشيلسي وميلان وفكره هنا التحكيم برضو. انت بتشوف ازاي الموضوع اللي واصل دلوقتي؟ نحن كناش بنسمع زمان عن مشكله التحكيم يعني بهذا الشكل في الخارج، يعني ده سواء دوري ابطال او مثلا دوري انجليزي او غيره. لا الموضوع دلوقتي ومش اول مره نسمعها، فانت بتفسر ده بايه؟ وفكره كمان هنا تقنيه الفار هي اللي عامله مشكله، اللي المفروض اصلا هي معموله علشان اي مشكله تتفاداها، يعني يكون في كمان يعني احترافيه ودقه في التحكيم، فازاي هي اللي بتعمل مشكله؟ فكره كمان الطرد امبارح ما فيش حد ما قالش ان ده كان طرد تعسفي بشكل كبير جدا يعني. اعتقد لا، لان في الاخر برضه اللي بيتحكم في الفار او اللي قاعد على تقنيه الفار هو حكم يعني. هي بشر، يمكن لو بنتكلم عن اوفسايد او الكره عدت الخط او لا، ده بنتكلم عن دلوقتي في تقنيات اوتوماتيك اللي هي خط المرمى، دي بتبقى ساعه في ايد الحكم بتدي له جرس وقت ما الكره تعدي او ما تعديش. دلوقتي حتى في تكنولوجي معينه هي اللي بتحدد الاوفسايد، فلو فيها اي مشكله نقدر نقول ده عطل. لكن الفار عموما ده بيبقى الحكم هو اللي قاعد، فالنهارده برضه الحكم لو عنده مشكله او حكم غير جيد، او يعني طبعا احنا مش عايزين نتكلم في فكره حكم امين او غير امين او حكم عنده مشكله، لا بنتكلم عن مستوى حكم. ممكن حكم يبقى غير جيد مش في يومه مش مركز، النهارده بيطلع القرار بالشكل ده وبيبقى فيه مشكله. وشفنا يعني حتى في السنين الاخيره طبعا في وجود الفار اخطاء كثيره قلت، وفي فرق كتير ممكن يبقى النهارده سجلت هدف يتلغي بسبب ان بعد ما يتراجع ان هو في مشكله، ولكن هتفضل دايما طالما العنصر البشري هو اللي وحتى لو مش عنصر بشري، حتى النهارده لو
الموضوع فيه تكنولوجي بنسبة 100%، ووارد الخطأ هيبقى موجود فيها، لأن شفنا ساعات، أعتقد أنا يعني مش متذكر طبعا المباراة، ولكن في حالات كتير كانت في الدوري الإنجليزي إن الساعة اللي هي الحكم بيبقى لابسها عشان خاطر الجول لاين تكنولوجي ما بتشتغلش. فالنهارده ممكن يبقى حكم، ممكن تبقى الكرة عدت الخط مثلا والساعة ما صفرتش خلاص، فالحكم نفسه ما حسبش الهدف، فهنا مشكلة. فهيفضل لازم في نسبة خطأ موجودة، ودي حاجة طبيعية جدا، ولكن مع الفار بيبقى صعب تقبل فكرة الأخطاء اللي هي بتبقى من نوعيات إيه، ضرب الجزاء مثلا ما تتحسبش أو تتحسب، لأن بالظبط. دي أنت عندك الفيديو بكل الزوايا الممكنة، ففي حاجات ما بتبقاش جدلية. أنا زي ما بقولك، أنا ما شفتش للأمانة اللقطة دي، لكن ناس كتير جدا اتكلمت عليها وفرضت جدل كبير، خصوصا ان حتى لو ضربة الجزاء صحيحة، الكلام كمان كان عن القرار بتاع الطرد، ان هو بالظبط، ممكن ما يكون هو ده قرار مبالغ فيه شوية. فيعني نتمنى ان الامور تبقى افضل تحكيميا، لان القرار بيفرق ملايين دلوقتي مع أندية. النهارده ميلان لو ما تأهلش مثلا لدور 16 في دوري ابطال اوروبا وراح الدوري الاوروبي، هو اكيد هيبقى خسر فلوس تتعلق بالبث وتتعلق بتسويقه وتتعلق بتذاكر مثلا مباريات الدوري ابطال اوروبا عن الدوري الاوروبي. فالموضوع دلوقتي بقى متشعب وليه قصص كتير يعني. صحيح، دي من ناحية التجارية يعني أكتر، لكن كمان على صعيد المشجعين أكيد ده بيبقى حزن، بيبقى قهر، بيبقى يعني أكيد أمر غير مرضي تماما كمان على الصعيد يعني الجماهيري. طيب من الجمهورية خليني أروح معاك برضو يا أيمن، والمانشيت بيتكلم عن المواجهات النارية بداية بين برشلونة وإنتر طبعا بدوري الأبطال، بعد كده بيتكلم عن ليفربول إن صلاح بيطمح لمداواة الجراح يعني أوروبيا. إحنا بنتكلم دلوقتي في ليفربول و كلاسيكو رينجرز، هل انت بتعتقد مبدئيا المباراه دي هتكون سهله؟ ده سؤالي الاولاني. كمان لو هنروح بعد كده توقعاتك طبعا للمباراه القويه جدا والمتوقع ان هيكون فيها تنافسيه شديده على الارض اللي ما بين نابولي واياكس. طيب خلينا نتكلم عن صلاح الاول. طبعا يمكن حتى العنوان في الصحيفه بيتكلم عن صلاح بيطمح لمداواه جراحه اوروبيا. صلاح اوروبيا ما نقدرش نقول ان عنده مشكله، لان حتى ارقامه، لعب ليفربول لعبوا 3 مباريات، صلاح مسجل هدفين، فما في، ما اعتقدش في ازمه. ولكن الازمه ان حاله ليفربول نفسها فيها مشكله. فرقه ليفربول في الدوري الانجليزي مش ماشيه بشكل كويس، بنتكلم هم في المركز العاشر تقريبا، في العاشر بالظبط. لعبوا 8 مباريات من 10، يعني الجوله اللي جايه في الدوري الانجليزي الجوله ال 11، ولكن هم ليفربول اتاجل لهم ماتشين بسبب طبعا وفاه الملكه اليزابيث. فمن 8 ماتشات ان هم يكسبوا ماتشين بس، طبعا بدايه صعبه جدا، خساره لسه من ارسنال 3-2، في خساره الدوري قبل كده الإنجليزي من بالظبط. مانشستر يونايتد، المباراه اللي جايه امام مانشستر سيتي وهو في حاله فوقان، وكمان مانشستر سيتي كان عنده فرصه ان هو يريح بعض نجومه في المباراه بتاع دوري الابطال. فالامر صعب جدا على ليفربول. صلاح كمان في انجلترا في ال8 ماتشات هو مسجل هدفين اعتقد، وعامل كمان 2 اسيست او حاجه كده، يعني ارقامه طبعا حاليا في الدوري الانجليزي مش اللي معتادين عليها، لكن ده بسبب حال عامه في ليفربول، خصوصا مع توهج هالاند، مع هاري كين برضه في حالته، متروفيتش، يعني صراع الهدافين دلوقتي بعيد، الموضوع بعيد. بنتكلم هالاند لوحده جايب 15 جول، ليفربول كتيم جايب 20 جول، فبنشوف الموضوع عمل ازاي. ولكن المباراه من المفترض انها تكون في المتناول لليفربول، يعني يكسب عشان ياخد خطوه كويسه للامام، انه خلاص يبقى حاسم تاهله. يعني هو 6 نقط، لو كسب يبقى 9، وبنسبه كبيره ممكن نابولي يكسب اياكس، فالامور خلاص تبقى محسومه بنسبه ليفربول في مساله التاهل لدور ال 16، وبعد كده يبتدي الفريق يشوف ايه اموره في الدوري الانجليزي. يعني لو هنروح عند برشلونه وانتر، فالموضوع طبعا هو زي ما نقول هو ماتش نهائي، زي ما تشافي قال، يعني هو لا يقبل اي قسمة على 2 بالنسبه لبرشلونه، لان وضعهم صعب، الخساره من انتر في المباراه بتاعت الجوله الثالثه، وكمان طبعا بايرن ميونخ كده كده ده فريق 9 من 9 زي ما بنقول. فالنهارده لو وبايرن ميونخ كمان لما هيلعب فيكتوريا، اعتقد ان هو هيكسب المباراه دي، فهو هيبقى 12 وخلاص، نقدر نقول ان بايرن عدى. ولكن برشلونه لو خسر من
من الانتر، هنا بنتكلم ان الفريق تقريبا او مش تقريبا هو هيكون فقد فرصه تاهله لدور ال 16 بالظبط. لدوري ابطال اوروبا، وهينتقل للدوري الاوروبي. هيبقى انتر 9 برشلونه 3 باقي ماتشين. موضوع اعتقد الحسبه بتبقى مواجهات مباشره، يبقى خسران الماتشين قدام انتر، فالموضوع هيبقى صعب جدا 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 على برشلونه وتشافي، خصوصا ان برشلونه من المفترض ان الموسم ده هو شكله افضل من الموسم اللي فات تحت قياده تشافي، بالظبط. ولكن المجموعه نفسها صعبه. وكمان انتر بالنسبه يعني بالنسبه للناس انه عامل مفاجاه ان هو يكسب برشلونه في وضعه الحالي، فكام نو المفروض فرص برشلونه تبقى اكبر، ولكن خلينا نشوف المباراه. اعتقد هتبقى مباراه مثيره جدا واهم مباراه في الجوله دي، هو خصوصا ان على هي كمان كل قبل الكلاسيكو ريال مدريد برشلونه يوم الاحد، فالموضوع بالظبط هيبقى فارق جدا نفسيا بالظبط. حتى مع برشلونه لو كسبوا انتر، ولو خسروا طبعا الموضوع هيبقى صعب. هو على كل حال زي ما انت بتقول طبعا برشلونة هذا الموسم ربما افضل طبعا من الموسم اللي فات واللي قبليه، ولكن اعتقد لسه حتى لو هنقول كده المصطلح بيداوي الجراح او المشاكل اللي هو كان بيمر بيها والازمات في الفترة السابقة، لسه ربما مش هنقدر نقول ان هو وقف على رجليه 100% او استعاد مرة تانية يعني قوته. برشلونة لسه عنده ازمات، لسه يعني تبعاتها للاسف الشديد ظهر على الاداء وعلى الادارة. فنتمنى الفترة اللي جاية حتى لو ما كانتش الموسم ده بس حتى الموسم القادم برشلونة يعود تاني لأمجاده، لأن نادي عريق، نادي له تاريخ، نادي له جماهيرية في العالم كله بشكل كبير جدا. الواحد فعلا مستغرب إن أندية عظيمة جدا، ولسه كنا بنتكلم أنا وكريم في ده، أصبحت دلوقتي مش بتنافس حتى، يعني الموضوع فعلا فعلا غريب. خليني أختم معاك يا أيمن بيلا كورة. العنوان بيتحدث كده باريس سان جيرمان او بي اس جي، مبابي لم يخبرنا انه يريد الرحيل في يناير، وده طبعا رد على ما هو متداول في الفتره الاخيره بفكره ان مبابي عايز يسيب خلاص باريس سان جيرمان، حاسس ان في اخلال بالبنود بتاعه التعاقد مع النادي، هو مش حابب ان هو يجدد، حابب يروح مكان افضل. يعني خليني اعرف منك برضو لو عندك معلومات عن هذا الامر، فين الحقيقه؟ لا هو دايما الفترة دي تحديدا الكلام كتير قوي على مبابي وموقفه. طبعا كمان شفنا كان من فترة كان الخناقة بتاعت مبابي ونيمار، فدايما طبعا التجديد الهيصة زي ما بنقول كان اللي حصلت على تجديد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، رغم ان خلاص كان كل الناس عارفة ان هو تقريبا في ريال مدريد الموسم ده، ولكن تدخلات طبعا نتكلم في تدخلات حكوميه كبيره عشان خاطر يكمل في فرنسا وعقد خيالي. فاكيد دايما اي حاجه هيعملها مبابي في باريس سان جيرمان او اي حركه، لو متضايق لو زعلان لو النهارده عنده مشكله مع نيمار، دايما هيبقى الكلام ان هو هيرحل الموسم اللي جاي، لا هيرحل الموسم اللي بعده، لا ده في شرط مثلا في عقده ان هو ممكن يرحل الموسم يعني بعد الموسم ده لاي نادي مقابل مثلا شرط جزائي او فسخ عقد، او يعني في امور كتيره. وكمان حتى الخبر يعني او الكلام اللي الناس قلته ان باريس سان جيرمان لما قالوا له انت ماشي ممكن تروح اي نادي ما عدا ريال مدريد، يعني دايما هيبقى في جدل على مبابي. مبابي لعيب مميز جدا، الكلام ان هو مثلا متضايق من مركزه الجديد مثلا في الفريق، ان هو لو بيلعب مش سترايكر لا بيلعب جناح، لا يعني دايما هيبقى في جدل على مبابي. اعتقد صعب جدا ان يبقى في كلام عن رحيل مبابي في الفتره اللي جايه، لان النادي الوحيد اللي كان بابه مفتوح لمبابي هو ريال مدريد، واعتقد الموضوع ده اتقفل باللي حصل في بدايه السيزون وعدا، وان هو تجدد عقده مع باريس سان جيرمان ان هو ما التزمش بكلمته مع بيريز وان هو يروح ريال مدريد. فاعتقد فكره ان هو يروح ريال مدريد في الوقت القريب ده صعب، حتى جماهيريا بالنسبه لريال مدريد اعتقد الموضوع هيبقى صعب. مانشستر سيتي حاليا مكتمل، ما اعتقدش ان هو محتاج لاعب زي مبابي. برشلونه ما اعرفش يقدر ماديا ان هو يجيب لعيب زي مبابي ولا لا. فالامور كده كده كل الطرق حاليا بتقول ان مبابي ملوش غير انه يكمل في في باريس اس سان جي. جيرمان. خلينا نستنى ونشوف في يناير وفي الصيف الجاي ايه اللي هيحصل، وكمان خلاص هو كلها شهر والناس كلها مش هتتكلم عن اي حاجه غير كاس العالم، فخلينا نشوف بالظبط مبابي بالظبط. هيعمل ايه في كاس العالم، لانه عنده دلوقتي صراع مختلف تماما مع هالاند، فكره الهداف ومين اللي هياخد الكره الذهبيه بتاعت اللي هي الجولدن بول
او الهداف الذهبي اللي بيبقى في اوروبا للدوريات الخمسه الكبرى، وكمان هم في صراع ما بينهم في دوري ابطال اوروبا كعلى الهداف. فخلينا نشوف السيزون هيخلص ازاي، وهل مين بقى اللي ممكن فيهم يقدر يقود فريقه للتشامبيونز ليج التاريخي. مانشستر سيتي بيحلم باللقب ده، باريس سان جيرمان بيحلم باللقب ده، هل حد فيهم يقدر ان هو ياخد فريقه للنهائي وياخد بيه اللقب؟ خلينا نشوف. هي دي النقطة فعلا، والتنافسية يمكن هما كمان سن بعض، هالاند ومبابي تقريبا هو 23 و22، ففي لا عواجيز عندهم 22 23 سنة، ناس كبيرة. تنافسية هتبقى شديدة. ولو ان الناس الارجح اللي انا بسمعه يعني يقول لك لا هالاند طبعا هو اللي هيفوز، الناس منبهرة بهالاند بشكل كبير، وهو بصراحة بدايته، وقلنا الكلام ده قبل كده، بدايته اقوى من بدايات عمالقة في كرة القدم. يعني لو قارنته حتى بميسي هتلاقي بداياته قوية جدا او تكاد تكون قريبة جدا. ف لا، هذا الشخص او هذا اللاعب اعتقد كده ان هو ليه مستقبل عظيم جدا في كره القدم، فهنشوف بالظبط. بس انا برضو من الناس المتوقعه ان اعتقد هالاند هو اللي هيفوز يعني بالجائزه دي. هنشوف على كل حال. هالاند اتفضل. هالاند تهديفيا طبعا اعلى كتير، مانشستر سيتي كمان بيساعده في كده، بس حتى هو في مهاريا بقى ممكن دورتموند. مبابي، لو انت تتكلم مهاري اكتر. نعم، لو بتقول تهديفيا هالاند، مهاريا يعني البعض بيقول لك هالاند تهديف عنده عالي لكن ما فيش المهارة الكافية، لكن يمكن مبابي عنده هذه المهارة، لو انت تتفق بالظبط. يعني. امبابي يمكن مهاريا يعني احسن، وكمان اسرع. امبابي السبرنت بتاعه قوي جدا، ولكن هالاند يعني هما الاثنين على فكره مختلفين عن بعض، يعني الاثنين ممكن يلعبوا مع بعض في العموم. يعني لو في فرقه حابه تجيب الاثنين مش هيبقى في مشكله، لان الاثنين نقدر نقول بيكملوا بعض. هالاند المهاجم الصريح بتاع الصندوق ده، اللي هو تمركزاته جيده، بيلعب بدماغه بشكل قوي جدا، تسديداته قوية يمين شمال شغال، فهو هداف اللي هو أي حد بيتمناه، سترايكر أي حد بيتمناه. وكمان لما بينزل يستلم الكورة وممكن تلاقيه بيصنع تمام. فرص لزمايله. امبابي بعيدا عن فكرة ان هو بيهدف، لا كمان عنده زي ما انت قلت كده المهارة، عنده السرعة، عنده حتة فنية كده بتبقى جميلة، فالاتنين بيكملوا بعض. ولكن حاليا اعتقد ظروف هالاند افضل في فكره ان مانشستر سيتي، طريقه لعب مانشستر سيتي، وهو حاسس والدعم اللي نفسها هو حاليا بيحصل عليه افضل كمان بكتير. يعني رائع جدا. ايمن بشكرك جدا، زميلنا العزيز ايمن جلبرتو، بشكرك على هذه القراءه الرائعه شكرا، للاخبار. ونصبح على كريم كمان، دخلنا على طول في الاخبار، فشكرا. صباح الفل.